آخر درس بلشنا فيه اللي هو 10.7 كان العنوان له الباور سيريز. والباور سيريز اتفقنا مع بعض إن هي عبارة عن infinite sum of polynomials، مظبوط؟ يعني x صارت تكون function of x، مظبوط؟ هلا سؤال مهم جدا، إمتى هاي الباور سيريز converge وإمتى diverge؟ بيعتمد على شو بتحط قيم ل x، منين أجيب قيم x؟ وبالتالي أنا هلا بصير أسألك أعطيني فترة بتضم قيم x تضمن لك انه هاي الباور سيريز تكون كونفيرج مثلا ابسولوتلي. هلا اخر شيء كتبته بالمحاضره اللي فاتت انه اذا بنعمل ابلاي للريشيو تيست بيطلع لك الراديوس اوف كونفيرجنس اللي هو r والانترفال اوف كونفيرجنس اللي سميناها اي سي. وبالتالي هلا بدنا ناخذ مور اكزامبلز applications examples على الباور سيريز. فاكتب معي لساتنا ب 10.7 example find R and IC for the following power series. نطلع مع بعض R و IC. فمثلا example رقم واحد، مجموع من واحد ل infinity 3x minus 2 قوة n على n. طلع هل هاي power series ولا لا؟ طلع جواتها x. شوف لي امتى هاي power series بتكون converge absolutely، امتى converge conditionally، وامتى diverge. بيعتمد على شو بتحط قيم ل x. وبالتالي هلا مطلوب مني اطلع فترة بتضم كل قيم x اللي تضمن لك هاي الباور سيريز تكون كونفيرج مثلا ابسولوتلي. خلينا نشوف مع بعض. فاول حاجة اتفقنا بنعمل ابلاي لمين؟ للريشيو تيست. نفس ما كنا نعمل بالاول بس بنحط ابسولوت فاليو عشان تتحكم في قيمة شو؟ x. وبالتالي اذا بتعمل ابلاي للريشيو تيست، سو ابلاي ريشيو تيست. الريشيو تيست شو بيحكي لك؟ اعطيني الليمت قيمة مطلقة ل an plus 1 على an. ولما n لوين بتروح؟ لما لا نهاية، تعويض مباشر. فهي تساوي هاي الليمت لما n goes to infinity قيمة مطلقة نفس هاي تكسر وين ما في n شو بدك تحط؟ n plus 1. سو بصفي عندك 3x ناقص 2 قوة n plus 1 على n plus 1 ومقسوم على نفس الكسر. لما تحول القسم لضرب شو بصير عندك؟ صفي عندك n على 3x ناقص 2 قوة n. كل هذا الكلام ايش؟ قيمة مطلقة. تعويض مباشر. هلا واضح انه هاي الكمية بتروح مع هاي الكمية شو بضل فوق؟ 3x ناقص 2، بس شو مالهم؟ قيمة مطلقة. في جواتهم n وبالتالي بيطلع لبرا، بيعتمدش على الليمت. سو راح يضل معك قيمة مطلقة ل 3x ناقص 2، بيعتمدش على الليمت، فيش في n. شو بضل جوا هلا؟ n على شو؟ إذا بضل عندك الليمت ل n على n زائد 1 لما n لوين بتروح؟ هلا هاي شو جوابها هاي؟ 1. فبصفي عندك الجواب النهائي قيمة مطلقة 3x ناقص 2، مظبوط؟ لاحظوا انا بعمل ابلاي لمين؟ لريشيو تيست. هاي الكميه اللي بتطلع معك شو بديها تكون اقل من كدية؟ اقل من 1. فهلا بتحل هاي المتباينه وبتطلع الانترفال التالي. سو هاي معناته انه شو معنى قيمه مطلقه لحاجه اقل من شيء؟ سو ذيس از 3x ماينس 2 اقل من 1 واكبر من كديش؟ سالب 1. نجمع 2 للطرفين صفي عندك 3x اقل من 3 واكبر من كديش؟ من 1. معناته x اقل من 1 واكبر من كديش؟ اكبر من ثلث. طلع هاي الفترة، ضع قلم، هاي الفترة بتضم قيم ل x. خذ اي رقم بدك اياه ساكن جوا هاي الفترة. انا بضمن لك انه هاي الباور سيريز بتكون كونفيرج ايش؟ ابسولوتلي. So بقدر اكتب هلا سير سريع انه the power series، so the power series
اللي معنا converge absolutely for every x موجود في هاي الفترة من ثلث لوين لواحد. الفترة اللي تطلع معاك من الريشيو تيست هاي بتضم قيم لx بيكون فيها الباور سيريز converge absolutely. هلا بصفي بدك تعمل شك كالتالي، طلع احنا في عنا هاي الثلث هاي الواحد، في عندك ارقام هون برا وهون في عندك ارقام صح؟ هون شو بتكون الباور سيريز؟ دايفيرج. وهون بتكون ايش؟ دايفيرج. هون جوا بتكون كونفيرج ابسوليوتلي. بضل عليك تعمل شيك وين هلا؟ عند الثلث وعند وين؟ عند الواحد. بتاخذ قيمة اكس تساوي ثلث بتعوضها هون. طلع تعال نعوضها مع بعض شفهي. ضع القلم شفهي. تكتبش. طيب نعمل شيك على الثلث، بدنا نحط محل، طبعا هاي قيم لإكس، بدنا نحط محل إكس قديش هلا؟ ثلث، شفهي، قديش ثلث الثلاث؟ واحد ناقص اثنين، سالب واحد قوة إن، هاي ألترنيتنج ولا لا؟ كيف بدك تعرف إنها كونفيرج ولا دايفيرج؟ شفهي، على الثلاثة إيش؟ على الأي إس تي، الأي إس تي، في هاي الحالة هاي اليو، واحد على إن، موجب ولا مش موجب؟ decreasing ولا لا؟ والليمت لإله لما ان بتروح لانفينيتي لوين بروح؟ للزيرو، معناته في عندي كونفيرج ولا في عندي دايفيرج عند الثلث؟ بسميه conditional. شو بسميه؟ لأنه بشرط عند اكس تساوي ثلث، كونفيرج conditional يعني بكون الكونفيرجت عندك باستخدام الـ AST. يعني إذا بتاخذ absolute value بصير دايفيرج. طلع كيف بس أفرجيك، طلع لما when x تساوي ثلث كيف بصير عندك الباور سيريز؟ بصير عندك ناقص واحد قوة ان على ان من الواحد لوين؟ لما لنهاية. هاي بطل تصير باور، ما احنا عوضنا محل اكس قديه؟ ثلث، صار اسمها alternating series. انا بعمل لك شيك على alternating series اللي كانت converge ولا diverge. ال AST بس هاي شفهي converge by is by AST. AST معناته بيكون في عندي ايش هلا؟ هلا الاوبن هاي شايفينها؟ بيجي بحط مساواه هون بدخلها. بس دير بالك بغيرش الجمله اللي هون، ما بغير الجمله اللي فوق. نعم. كيف؟ اوكي سو. خليكم ركز معي، مهم اللي بحكي فيه. هلا عرفتوا امتى ضفت اللي يساوي؟ لانه عند الثلث صار في عندي كونفيرج كونديشنالي، وبالتالي الاوبن هاي بتسكر. هلا صار الثلث داخل، اذا في عندي انا ايش؟ في عندي كونفيرج كونديشنالي وين؟ عند اكس تساوي ثلث. سو ذا سيريز ذا باور سيريز كونفيرج conditionally at x بيساوي ثلث. طلع ما بقدر احكي converge absolutely، عارفين ليه؟ الابسوليوتلي بس على الاوبن. ليش؟ لانه اذا بدك تاخذ absolute value، ضع القلم، اذا بتاخذ absolute value السالب اللي فوق شو بصير فيه؟ بروح، بصير عندك واحد على شو؟ والواحد على ان هاي converge ودايفيرج، هاي هارمونيك دايفيرج. إذا عشان هيك بسميه conditionally، converge conditionally يعني بيكون converge بس مش absolutely. converge conditionally يعني converge بس مش absolutely. هلا خلينا نعمل شيك وين هلا؟ عند x تساوي واحد، برضه شفهي، طلع عند x تساوي واحد. شو رأيكم؟ ثلاث ضرب واحد. ثلاث ناقص اثنين. واحد قوة n يعني واحد. واحد على n converge ودايفيرج. معناتها بغيرش هاي. بغيرهاش بضل زي ما هي. اذا لما اكس تساوي واحد الباور سيريز اللي عندك بصير شكلها واحد على ان من واحد لانفينيتي، وهي شو مالها كلياتنا بنعرف؟ دايفيرج. معناته للمثال اللي على اللوح شو بقدر الخص هلا؟ بقدر احكي كالتالي انه ذا باور سيريز كونفيرج فور
X موجود في الفترة من ثلث لواحد. شوف لي هاي الجملة صح ولا لا؟ طلع شو حكيت كلمة شو هون؟ هل حكيت absolutely؟ لأن absolutely بس على open. بس حكيت هون conveys لأنها على open conveys ومع الثلث أيضا conveys. بس في conditionally ولا لا هون؟ عند X تساوي كده ثلث. إذا conveys absolutely على open conveys لحاله من الثلث للواحد، الثلث داخل الواحد لا، ودايفيرج برا. هيك بصير كل شيء، كل الانفورميشن معروفه عن هاي الباور سيريز. ناخذ كمان اكزامبل. شوف لي رقم 2. طلع بس لو بدي اسال سؤال بسيط يا جماعه بالنسبه للمثال اللي فوق، مين بقول لي؟ طبعا احنا طلعنا اي سي صح؟ الاي سي الانترفال اوف كونفيرجنس راح تكون هاي هي الاي سي انترفال اوف كونفيرجنس. بس امتى بيكون كونفيرج ابسولوتلي؟ على الاوبن. شوف عندي كونفيرج كونديشنالي هيو عند اكس تساوي ثلث. طب مين بيقول لي قديش ار في هذا المثال؟ ار قديش؟ طلع عندك الرقم الفتره اللي عندك، الفتره اللي عندك ثلث وعندك واحد. احذر شو النقطه اللي بتيجي في الوسط؟ اجمعهم وقسم على اثنين. اجمعهم وقسم على اثنين، ثلث زائد واحد تقسيم على اثنين، شو بيطلع الجواب؟ أربعة ثلاث على اثنين، يعني أربعة على ستة، يعني كده اثنين على ثلاث، فالرقم اللي في الوسط بسميه A المركز مذكرين، هاي بسميها A about، so this is ثلثين، هلا شو بضل المسافة من هون لهون؟ ثلث هي R، هي نفس المسافة من هون لهون، so في هاي الحالة شو بتطلع معك R؟ ثلث. إذا هي طلعت R وطلعت IC بشكل عام. طيب شوف لي الإكزامبل اللي على اللوح. نفس الإشي شو بدك تعمل أبلاي لإيش هلا؟ أبلاي ريشيو تيست. فبصير عندك ليميت لا AN بلس 1 as N goes to infinity ويساوي. يلا وين ما في عندك n بدك تحط n plus 1 فشو بصير عندك؟ n plus 1 في x كو n plus 1 على n plus 1 factorial وبدك تقسم على المقلوب اللي هو ايش؟ n factorial absolute value زي ما عملنا قبل شوي ويساوي. اري ركز معي شوي اذا سمحت. شوف علي x كو n وهون x كو n plus 1 شو بصير فيهم؟ شو بضل عندك هون؟ x تعتمد على n تطلع برا قيمه مطلقه مزبوط. هلا الثلاث تروح هاي مع هاي شو بضل فوق؟ تعتمد على n تطلع برا. بضل عندك الليمت لمين يا عزيزي؟ هلا بقدر احلل هاي n بلس 1 صح؟ هاي عباره عن n بلس 1 ناقص 1 n فاكتوريال. فبشطب هاي مع هاي شو بضل الجواب؟ واحد على n بلس 1. سو مين بقول لي هي جوابها قديش؟ هي قديش جوابها؟ زيرو صح ولا لا؟ طيب معناته شو بتطلع معك يا عزيزي؟ ثلاث قيمه مطلقه لx بصفر، شو دائما الجواب؟ صفر. طب انا اللي بطلع معي من الريشه تسمع مين بدي اقارنه هلا؟ مع الواحد صح؟ صح لما عملناه مقارنه مع مين؟ فانا بدي الجواب يطلع شو ماله؟ اقل من واحد صح ولا لا؟ إذا بتلاحظوا
انه الكلام هذا دائما مظبوط، صفر دائما اقل من واحد. طيب اتذكروا شو بدي السؤال. السؤال معلش بس، السؤال شو بدي السؤال؟ بقول لك طلع لي ار وطلع لي الانترفال اوف كونفيرجنس. يعني اذا بتلاحظوا المثال اللي قدامك هون، انا بعرف انه ايه قديش، قديش كانت هون ايه؟ ضع القلم تكتبش، ركز معي. So this is 2 على 3 صح؟ لما اقول لك، لما اقول لك اعطيني ار، عارف شو يعني اعطيني ار؟ يعني قديش مسموح لي اروح على اليمين وعلى الشمال 2 على 3 وضم قيم لاكس. معلش عم نسمع هيني بس. طلع لما اقول لك طلع لي ار، شو يعني ار؟ فايند ار. ار يعني قديش مسموح لي ابعد على يمين الثلثين وعلى شمال الثلثين عشان اضم قيم لاكس. هاي القيم اذا بحملها بطلع فوق بعوضها هناك تطلع هاي الباور سيريز كونفيرج. نفس السؤال بدي اساله هلا هون. مين بقول لي قديش اي هون؟ اي 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 زيرو. فهذا المثال اي تساوي زيرو. فهذا المثال طلع بتقدر تستنتج اي من هناك 3 اكس ناقص 2 صح؟ اذا بتصفرها وبتحل اكس بتطلع 3 اكس ناقص 2 تساوي 0، يعني 3 اكس تساوي 2، يعني اكس شو بتساوي؟ نفس الشيء هاي اذا بتحل هاي لاكس بتطلع عندك اكس تساوي 0. في شيء هلا السؤال، السؤال شو مطلوب منك؟ قديش مسموح لك تروح على يمين 0؟ قديش مسموح لك تروح على شماله بحيث تضم قيم لاكس؟ احمل هاي القيم اعوضها هون محل اكس تطلع هاي الباور سيريز كونفيرج ابسوليوتلي او كونفيرج على الاقل. هلا مين بقول لي في هذا المثال في شروط على اكس؟ ليه؟ لانه شو ما بدك تاخذ قيم بيجي على بالك في الاخر بتتنضرب في شو؟ والصفر شو دائما ماله؟ اقل من واحد، معناته اذا بدك تيجي تبني فتره هون بتوقف وانت ماشي هون؟ معناته قديش بصنع لك ار هون؟ انفينيتي. شو بتكون معك اي سي في هاي الحاله؟ من سالب انفينيتي لانفينيتي. واضح يا جماعه؟ طيب طب افرض طلعت معك الليمت، افرض طلع معك الليمت هون مثلا فوق محطوط ان تربيع. بس بس خلوني اروح. شو رايكم اكزامبل من عندي؟ اه سو 2 3 لو حكيت لك هيك مجموع اكس قوى ان، حطيت لك مثلا في ان فاكتوريال من 1 لانفينيتي، هاي لما تعمل ابلاي للريشيو تيست شو راح يطلع معك؟ راح يطلع معك الليمت لاكس ان بلس 1 في ان بلس 1 فاكتوريال على اكس قوى ان، ان فاكتوريال قيمه مطلقه، لما ان لوين بتروح؟ هاي كسرناها مع بعض صح ولا لا؟ ركز معي شوي. هلا هاي تشطب هاي مع اللي فوق، شو بضل فوق؟ ان زائد 1، بتشطب هاي مع اللي فوق شو بضل؟ اكس، اذا هاي قيمه مطلقه لاكس في الليمت لان بلس 1 لما ان لوين بتروح؟ لما لا نهايه صح ولا لا؟ بس مين بقول لي ان بلس 1 لما ان بتروح لانفينيتي لوين بيروح هاي؟ لانفينيتي. عمر هاي بتكون عمر هاي صح احنا بدنا نقارنها مع الواحد؟ مين بقول لي امتى الجواب اللي هون بيكون اقل من واحد؟ اللي بيعرف برفع ايدي تحكيش دون اذن. هلا هاي معروفه هاي قديش هاي؟ انفينيتي. هلا اذا بتيجي اذا بتطلع في الاكزامبل اللي على اللوح مين بقول لي شو السنتر هون؟ شو السنتر؟ زيرو.
مين بيقول لي كداش مسموح لك تروح على يمين الزيرو؟ كداش مسموح لك تروح على شمال الزيرو؟ الدوم قيم لإكس تعوضها هون تطلع معك كونفيرس. بس الزيرو. يعني مين بيقول لي كداش ار؟ زيرو. ممنوع تزحزح عن الزيرو. إذا ممنوع تبني فترة حوالين الصفر. فقط إذا بتاخذ إكس تساوي صفر بعطيك كونفيرس. عارف ليه؟ إذا بتحط محل إكس تساوي صفر بصير كل هاي صفر زائد صفر زائد صفر زائد صفر بطلع المجموع صفر، تطلع الباور سيريز كونفيرس لوين بتروح؟ للصفر. أما إذا بتاخذ أي رقم ثاني غير الصفر أنا بقول لك القيمة المطلقة لإله مش راح يطلع صفر، راح يطلع رقم موجب صح؟ وفي عندك انفينيتي، شو بيطلع الجواب؟ انفينيتي دائما بيكون أكبر من واحد. سو هاي دائما أكبر من واحد إكسبت وين؟ إكسبت إف إكس إيكوال زيرو. معناته ممنوع تتحرك حوالين ايش؟ الصفر. سو كل هاي دايفيرج، كل هاي دايفيرج، فيش عندي انترفال، بس عند اكس تساوي صفر بتقبل باور سيريز كونفيرج. طيب خذ هاي الاكزامبل اربعة. يلا نفس القصة نعمل apply لمين يا جماعة؟ ل ratio test. so apply ratio test. فلما تعمل apply ل ratio test يطلع معك كالتالي، هاي قيمة مطلقة n plus 1 x قوى n plus 1 n plus 1 تربيع زائد 1. هاي الحد اللي عندك وين ما في n حطينا n plus 1. وبعدين شو بدنا نعمل؟ نضرب في المقلوب. شو هو المقلوب؟ كويس هيك. وبدك تختصر هلا، شو رايكم؟ هاي ال x قوى n، معلش ركز معي بالاخر. بتروح محاي شو بضل فوق؟ بضل معك قيمة مطلقة ل x مضبوط؟ بتعتمدش على n. بعدين 4 قوى n مع 4 بضل تحت 4، سو هي 4 تحت. مضبوط هيك؟ بتعتمدش على n. هلا بضل عندك الليمت للحاجة التالية. شو بضل عندك فوق؟ n زائد 1 مضروب في ايش؟ في n تربيع زائد 1. وتحت شو بضل؟ بضل عندك n مضروبة في ايش؟ في n تربيع زائد 2 n زائد 1 زائد كمان 1. مظبوط هيك؟ صح ولا لا؟ مين بقول لي قديش هي الليمت كلياتها؟ طلع اللي بتحكي فيه مهم، إذا حكيت صفر بعطيك نتيجة، وإذا حكيت انفينيتي بعكس لك النتيجة، بدك تعطي جواب صح. فشو اعلى قوة فوق؟ ان تكعيب، كديش معاملها؟ كديش اعلى قوة تحت؟ شو معاملها؟ معناتها هاي الليمت كديش جوابها؟ معناتها شو بضل معك بالاخر هلا؟ الجواب بضل عندك قيمة مطلقة لإكس على شو؟ هلا هاي انا امتى بدي اياها؟ شو بدي اياها انا تكون اقل من شو؟ من واحد وبحل، فبطلع معك قيمة مطلقة لإكس اقل من اربعة، يعني اكس وين ساكنة؟ معناتها في هاي الفترة شو بحكي على السير السريع؟ شو بحكي؟ for every x من سالب 4 ل 4 الباور سيريز شو مالها؟ كونفيرج ابسولوتلي. على طول شو بيجي بحكي؟ الباور سيريز كونفيرج ابسولوتلي for every x موجود في الفترة المفتوحة من سالب 4 ل 4. هلا بضل علينا نعمل شيك ايش يا جماعة؟ حوالين ايش؟ عند الاند بوينت هذول. يعني طلع كيف؟ مين بقول لي شو السنتر هون؟ ايه. شو هو ايه في هذا في الاكزامبل اللي علوه؟ زيرو، لانه طلع السؤال فيش شيء هون، اكس صفر. سو فيش ديفيشن يعني. سو ذيس از زيرو، وفي عندك مسموح لك تصير لعند الاربعه، وتحت سالب اربعه، مين بقول لي شافها هي قديش؟ ار. اربعه. قديش المسافه من هون لهون؟ سو ار طلعناه يساوي اربعه، اللي هو الريديوس اوف كونفيرجنس، يعني قديش؟ مسموح لك تبني فترة تضم قيم اكس تضمن لك هاي الباور سيريز كونفيرج ابسوليوتلي.
وبرا بيكون عندك هون دايفيرز بالتأكيد، وهون بيكون عندك الباور سيريز شو مالها دايفيرز. بضل علينا نعمل شيك عند السالب 4. اوكي ذاتس جود، نعمل شيك. يلا اكتب معي، لما اكس تساوي سالب 4 شو بصير في الباور سيريز؟ طلعوا يا جماعة امتحانكم يوم الأحد الساعة 10 إلا ربع، لازم تبقى فاهم اللكتشر نوتس 100%، ولا يكفي لازم تحلوا أسئلة سنوات، شوفوا كيف الأسئلة بتيجي، ومعاك من هون ليوم السبت تروح تسألوا سالب ديسكشن، شو في عندك أسئلة؟ قديش بتحل يعني؟ بتخربش؟ بتملي السلة خرابيش؟ قديش بتفهم؟ بظبط تروح على الامتحان بتقول انا فاهم ده راح اجرب في الامتحان، ولا مره بتنجح هاي التجربه. اذا حكيت انك فاهم روح حل الاسئله في البيت وخربش، بعدين بتروح على الامتحان حالل ومخربش، لانه حتى لو فاهم تتخربط، فتتخربطش في الامتحان تتخربط في البيت. واذا عندك اشي مش قادر تستوعبه تقدر تيجي على الاوفيس اور تبع الاستاذ الدسكشن لإلك وتسال، تاخرش حالك لاخر دقيقه لانه كل بيصير بده يسال. وفي زي ما حكيت لكم مكتب المساعدين تقدر تيجي تسألوهم من الصبح لسنتين. طيب نكمل في السؤال. طيب هلا اكتب معي، لا وين اكس تساوي ايش؟ وين اكس تساوي سالب 4 مين بكل الباور سيريز كيف بصير شكلها؟ بصير مجموع هاي ان سالب 4 قوة ان، وعندك هون 4 قوة ان، وهي ان تربيع زائد 1، صح هيك؟ طبعا من صفر لوين؟ لما النهاية. بس طلعوا سالب 4 قوة ان يا جماعة هاي عبارة عن سالب 1، سالب 1 في 4 صح؟ هاي سالب 1 مضروبة في 4، يعني سالب 1 قوة ان في 4 قوة ان، وبالتالي هاي بتشطب مع هاي، شو بضل فوق؟ هاي بضل فوق ايش؟ سالب 1 قوة ان مضروبة في ان على ان تربيع زائد 1، من صفر لوين؟ شو رايكم هاي؟ كونفيرج ولا دايفيرج؟ شفهي، لازم شفهي هاي. هاي alternating ولا لا؟ انو تيست بدك تستخدم معناته؟ very good. ال AS test تشتغل هلا على شو؟ على UN. هل UN موجبة لكل قيم N من هون لهون؟ طيب هل هي decreasing؟ انو اعلى درجة البصر والمقام؟ decreasing. هل الليمت لها بروح للزيرو ولا لا؟ يعطيك العافية. شو يعني يعطيك العافية؟ يعني هاي converge by is by AST مضبوط ولا لا؟ معناته ماذا تستنتج؟ ماذا تستنتج؟ شو في عندك عند السالب 4 هلا؟ شو يعني مغلق؟ converge conditionally. So the power series converge conditionally وين؟ at x تساوي سالب ايش؟ 4. جاهزة. بضل عليك تفحص هلا ايش؟ وين x تساوي كديش؟ 4. هلا لما x تساوي 4 ضع القلم، شو بصير عندك؟ بصير عندك مجموع n 4 قوة n، وتحت 4 قوة n، وهي n تربيع زائد 1. هاي إذا بتختصرها شو بصير معك هلا؟ كل هاي بتروح مع هاي، بصفي مجموع ان على ان تربيع زائد 1، مضبوط ولا لا؟ هلا هاي ضع القلم تكتبش، ركز معي، مطلوب منك تعمل شيك. طلع احنا هلا بدنا نستخدم اللي تعلمناه بسطر 10. هل هاي alternating؟ اوكي تفكرش بالاي اس تي، معناته اول حاجه لازم تعملها شيك الانث تيرم تيست. بس الانث تيرم تيست اذا بتاخذ الليمت شو بعطيك؟ زيرو. احنا الانث تيرم تيست للدايفيرجنس. طيب شو كمان تيست لازم نستخدمهم؟
مين بيقول لي ليش احلى تيست اللي هو الانتجرال؟ ليه؟ لانه في عندك انتربيه زاد واحد وتقريبا مشتقته فوق، حط اثنين هون يعني مندبرها. اذا ما نعمل ابلاي لمين هلا؟ للانتجرال تيست، نشوف هاي الانفينيت سيريز كونفيرج ولا دايفيرج. اكتب معي هلا هاي بدك تروح تطلع تكامل التالي. بدنا نطلع التكامل من صفر لانفينيتي اكس على اكس تربيع زائد واحد دي اكس. انتو شنصك اذا طلع هذا التكامل كونفيرج شو بتكون هاي؟ واذا طلع دايفيرج باي انتجرال تيست. يلا بس هاي عبارة عن الليمت لمين هاي؟ من صفر لبي. لا لما بي بتروح لوين؟ صح هاي امبروبر تايب شو هاي؟ 1 لان المكان بيصفرش هون. انت حر، انا بلشت بالانتجرال. اذا بدك تستخدم ايش؟ بدك تستخدم الليمت، بدك تجيب شو؟ واحد بيع واحد على ان. بزبط؟ اوكي هاي الانتجرال بجربوه، بدكوش تجربوا الانتجرال روح على الليمت. طلع انا هون بشتغل على الانتجرال، انتجرال تيست. الشاب بيقول لي اسهل روح على الليمت، انا فيش عندي مشكله، المهم يطلع معك نتيجه ليمت كومباريزن تيست. اه شو بحكي لك؟ بالليمت كومباريزن تيست بتعتبر هاي شو هاي؟ اي ان. هلا انت شاطر بتجيب شو هلا؟ بي ان. شو جاب بي ان الشاب؟ طلع انا معاه بس بدي اجيب واحد على ان، بس واحد على ان انا عارف شو قصتها، شو مالها هاي؟ معناته لما بدك تطلع الليمت لاي ان على بي ان انا معني يطلع الجواب شو؟ مش صفر، مش صفر، دير بالك بطلع مش صفر. خلص على كيفك. اذا هلا شو بدنا نحكي؟ هاي الليمت ل A N على B N لما N بتروح لوين؟ لما لا نهاية. ويساوي limit as N goes to ما لا نهاية A N هيها N على N تربيع زائد واحد على واحد على N. شو بطلع الجواب هاي؟ ويساوي واحد. إذا طلع صفر فيش نتيجة، لأن التست بيقول لك إذا طلع واحد وكانت هاي دايفيرج شو بتكون هاي؟ دايفيرج باي شو؟ سو معناته الباور سيريز تبعتك اللي هون دايفيرج باي انتجرال تيست، اور اذا بدك ليميت كومباريزن تيست. اثنين بظبطوا، لانه هاي اذا بتكملها راح يطلع معك انفينيتي. فهمت علي؟ فحلو، شكرا على المداخله. طيب ماذا تستنتج هلا؟ طلع معك عند اكس تساوي 4 الباور سيريز دايفيرج، معناته كيف بتصفي الانترفال تبعتك هلا؟ صف الانتربل من سالب 4 لوين؟ لأربعة. هون بكتب جوا بس كونفيرج هلا لاني دخلت هيك. اما وين كونفيرج ابسوليوتلي؟ ابسوليوتلي على الاوبن. وعند السالب 4 هون كونديشنالي. اه؟ هذا هو. وهي الصفر. في حدا مش فاهم الفائدة؟ ممتاز. طيب. سو في عندنا كونفيرج كونديشنالي هون والباقي كله دايفيرج. ناخذ كمان مثال. شوف مع بعض مثلا لو كنا اكزامبل جديد مثلا consider the power series مثلا مجموعة من صفر لانفينيتي جذر x على 2 ماينس 1 قوة n. السؤال بحكي لك find مثلا واحد find interval of convergence، اثنين find the sum
as function of x. Okay. So معنى طلع كيف هل هاي الباور سيريز اللي بتطلع فيها كويس مين بيقول ايش الحد الاول؟ حط محل ان صفر شو بطلع الجواب؟ بعدين حط واحد اشي زي هيك صح؟ بعدين حط كمان واحد شو بصير؟ بعدين كمان واحد صح ولا لا؟ قريب على الجيومتريك ولا لا؟ بس اذا بدك تحكي جيومتريك بدك تحكي شرط. مين بقول لي شو الشرط هون؟ طلع مثلا في فرق بين طلع كيف مثلا نص قوة ان مثلا هاي واحد زائد نص زائد ربع زائد ثمن زائد واحد على 16 الى اخره صح؟ هل هاي جيومتريك؟ يس ذيس از جيومتريك. مين بقول لي ليه؟ لانه مين بقول لي قديش ار؟ نص. وانا متاكد النص وين ساكن؟ طب مين بقول لي قديش ار فوق؟ قسم هاي على اللي قبل شو بطلع؟ هل هاي انت مجبور شو تعمل؟ بدك اياها تبقى ساكنه بين مين ومين؟ بين سالب واحد وواحد حتى اقدر اطلع لها المجموع صح؟ يعني هون اذا بطلع معك رقم بقدر احكم عليه بسرعه، بس هون بطلع معك شيء بدلاله شو؟ اكس. وبالتالي اذا بتلاحظ هاي بقدر احكي عنها ايش؟ بقدر احكي عنها جيومتريك، يعني بقدر اجمعها، بقدر احكي انه هاي الحد الاول واحد على واحد ناقص الاساس، مين بيقول لي قديش الاساس؟ على اثنين ناقص واحد بشرط. بشرط شو الشرط؟ انه ار لازم يكون من وين لوين؟ بس شو هو ار؟ جذر اكس على اثنين ناقص واحد اقل من واحد اكبر من سالب واحد. يعني اجمع واحد لجميع الاطراف، جذر اكس على اثنين اقل من كديه واكبر، يعني ربع. شو بصير هلا؟ اكس على اربعة اقل من اربعة واكبر، اضرب هلا شو بصير عندك؟ 16. طلع كيف؟ انت بتحكي هاي هي اي سي، هاي هي انترفال اوف ايش؟ الانترفال اوف كونفرجنس. دير بالك تقدر تقول هاي الاي سي اذا بتعمل ابلاي للريشيو تيست تاع نفسها. اسمع، مين بقول لي شو المركز هون؟ دير بالك هذا السؤال شوي تريكي، يعني بزبطش. يعني مثلا تيجي تقول لك كيف بدي احل هاي، نعرف طلع هلا هون تاخذ اجمع الرقمين وقسم على اثنين شو بطلع؟ صفر زائد 16 تقسيم اثنين 8. معناته عندك انت اشي زي هيك، هاي 8 اللي هو A المركز اللي هو 8، ومسموح لك تمشي قديش على اليمين وقديش على الشمال، مسموح لك تصير 16، مسموح لك تحت تصفر، يعني قديش R في هذا السؤال؟ 8 وحدات مسموح لك تمشي على اليمين و8 وحدات على الشمال. طيب اذا بترتب السؤال اللي هون تعال رتبه مع بعض. واحد هلا بقدر اجمع اذا بضمن اكس، طلع اذا بضمن اكس ساكنه هون بصير الحكي اللي هون صح، مزبوط ولا لا؟ يعني مين بعطيني اكس ساكنه هون زي الاربعه صح ولا لا؟ صح، اكس اربعه ساكنه هون الاربعه مزبوط. اتاكد انه ار ساكن هون، هيو ار، حط محل اكس اربعه. كديت جذر الاربعه تقسيم اثنين واحد ناقص واحد، هل الصفر بين السالب واحد والواحد؟ ما انت هاي جيومتريك عند اكس تساوي اربعة وهكذا. طيب تعال نظبط الوضع. هلا هون شو بصير؟ واحد ناقص جذر اكس على اثنين زائد واحد صح هيك، دخل السالب جوا فبطلع معك يا عزيزي اثنين ناقص جذر اكس على اثنين وفوق واحد، واذا بتوحد المقامات بطلع عندك اربعة ناقص جذر اكس وفوق اثنين صح هيك. هذا هو رقم شو يا جماعة؟ رقم اثنين. اكتب لي sum على شكل function of x، هي المجموعة. إذا بدك المجموعة هيو function بدلالة x. هلا إذا أعطيني x تساوي مثلا 4 طلع بدك دير بالك بدك تاخذ x ساكنة هون في الدومين. أعطيني x 4 بقول لك حط هون 4، كده جذر الأربعة 2، 4 ناقص 2 2 2 تقسيم 2 هاي بتكبر converge للواحد كمان absolutely إذا بدك. طيب نرجع على رقم واحد بقول لك اعطيني اي سي، هاي اي سي جاهزه.
So IC جاهز والصم جاهز as a function of X. بس إذا بتحب تشتغل على الريشيو تيست بفرجيك الريشيو تيست راح يعطيك نفس الحاجة. السؤال خلص دير بالك السؤال جاهز. Now note that إنه إذا بدك تعمل apply للريشيو تيست AN plus 1 على AN لما N بتروح لإنفينيتي شو راح يعطيك هاي؟ هاي اللي عندك الانفينيت سيريز عوض شو بيطلع معك فوق بيطلع معك جذر اكس على 2 ناقص 1 قوة ان بلس 1 وتحت نفسه بس ايش قوة ان فلما تشطبهم مع بعض بضلش ان من مرة شو بضل عندك قيمة مطلقة لجذر اكس على 2 ناقص 1 وانت بدك اياها هاي شو تكون اقل من كدية اقل من 1 بس هيدا بتحلها شو بتعطيك هيها بتعطيك هاي مزبوط ولا مش مزبوط يعني هاي بتعطيك فترة انه صفر اقل من اكس اقل من اربعة طب مين بقول لي شو بصير عند اكس تساوي صفر ضع القلم شفهي ضع القلم عند خلينا نعمل شيك عند هدول الجماعة شو رايكم عند الصفر عند اكس تساوي صفر برجع على الباور سيريز الاصلية حط هون صفر صفر تقسيم اثنين صفر صفر ناقص واحد سالب واحد قوة ان طلع هاي سالب واحد قوة ان كونفيرج ولا دايفيرج سالب واحد قوة ان كونفيرج هاي ولا دايفيرج اللي بيكون كونفيرج يرفع ايده ليش عم يكونفيرج والله كمان للزيرو طلع مين بقول لي وين اكس تساوي زيرو بصير عندك هاي الباور سيريز تبعتك صح ولا لا من وين لوين من زيرو لانفينيتي شو رايكم هاي الترنيتنج ولا لا ها ضع القلم هاي الترنيتنج ولا لا طيب تكتبش مين بقول لي قديش يو ان هون واحد لا اسف على واجب يا اوكي سو يو ان واحد مين بقول لي الواحد دائما موجب ولا لا اول شرط فيري جود بس هل الواحد انكريزينج ولا ديكريزينج طب اعمل شيك لرقم ثلاث شوف لي الليمت للواحد كده بطلع واحد بطلع زيرو معناتها هي شو هي دايفيرج باي انت تيرم تيست هاي دايفيرج باي انت تيرم تيست في حدا مش فاهم يا فايدة نعم اوكي صح هاي الترنيتنج معناتها بدنا نطبق الاي اس تي الاي اس تي صح جواته ثلاث شروط اول شرط لازم يو ان موجب مزبوط يو ان موجب لاي واحدة اثنين يو ان لازم يكون decreasing مش decreasing هاي نون انكريزنج نون ديكريزنج بضل زي ما هي هاي بس هاي مشيها بس لو بتروح على رقم ثلاث بحكي لك لازم الليمت ليو ان لما ان بتروح لانفينيتي لازم يطلع زيرو بس كداش بيطلع هون واحد اذا خل شرط رقم ثلاث اتفقنا مع بعض اذا نخلي الشرط رقم ثلاث بتكون الباور سيريز دايفيرج باي اف تيرم تيست طيب معناتها بقدرش اعمل مغلق هلا هناك عند الصفر بضل اوبن فيش كونديشنالي يعني عند الصفر بعمل شيك عند 16 عند 16 لما اكس تساوي 16 شو بصير عندك الباور سيريز عوض 16 كده جذرها 4 تقسيم 2 ناقص 1 قوة ان فمجموع واحد من صفر لانفينيتي هاي واضح انها وين بتروح؟ So it's diverse by nth term test اللي بدك. شو هاي؟ اوكي. So هاي diverse by nth term test. لانه اليو ان هون واحد والليمت للواحد بروحش للزيرو. نعم. هاي طلع منيح طلع
هاي 4 تربيع. طيب في حدا عنده سؤال؟ في حدا هلا بيعرف يطلع ار؟ بس يطلع اي سي؟ روحوا حلوا الاسئله يا جماعه. قديش بتقدر تحل اسئله من اسئله الكتاب؟ بكون بتلم افكار، وبالتوفيق ان شاء الله، يعطيكم العافيه.